سلام البنات، ومرحبا بكم في قناتي. اليوم جيت نشارك معكم شي حاجة مختلفة. أنا بالعادة كنشارك معكم المكياج والعناية ديالي. اليوم جيت نشارك معكم مشترياتي في الأواني، بما أنه رمضان قرب فشريت شي حويجات. يلا بديت، الناس راه سالاو هنا كيوجدوا بكري في الخليج. أنا يلا بديت يعني شي حاجة بسيطة وجيت نشاركها معكم حبيباتي. كنتمنوا تكملوا الفيديو من الاول حتى الاخر، وشكرا على المشاهده. غادي نبدا معكم بهاد السكر. هيا هادي البنات غزاله عجبتني، هيا دي السكر شتو مكتوب فيها الحياه حلوه. هادي الطقم مع هانتوما، شوفوا الكتابه اللي فيها هنا شحال زوينه، مكتوبه فيها الحياه حلوه وكتجي بحال هكا زوينه البنات، عجبتني انا صطاتني. ومعها المعلقه ديالها باش كتهزي السكر هكا كتجي زوينه البنات. وخديت معها طبيصلات ديالها، هما فيهم تاهما الحياة حلوة. هادو صغار صراحة، خاصني نزيد منهم لأنني خديت غير جوج، لأنه اختياري تاخدي قد ما بغيتي، ماشي كيجي كاين طقم كامل وكاين أنك صغير. وهذا الطبصيل الكبير خسارة ما لقيتش البريق ديالو ديال القهوة، لقيت غير الطبيصلات صغار وكبار والسكريه. هما شوف كيجيو غزالين البنات، هانتوما هنا ما كيبانش واضح انهم طقم، من اللي كديري بحال هكا الحياه حلوه. هادي اول حاجه شريتها، خديت هادو البنات. هادو البنات طلبتهم من شيين، هاد الصغيور. باش نعطيكم معلومه البنات، اي حاجه في شيان شتيها عارفي انه الحجم ديالها صغير بزاف. يعني مثلا هذا سمول راه صغير بزاف، وهذا ميديوم، فانا كنصحكم تاخذوا ميديوم ولارج. بالنسبه لي انا بغيتهم غير على كندير فيهم قهوه، كندير فيهم قهوه كندير فيهم الشكلاط مع قهيوه، كندير فيهم حليوات غير الاستعمالي الخاص. اما اذا كان عندك الضيافة او هذا خدي ميديوم، ولا لارج خدو لارج احسن. خديت البنات هاد الطبيصلات دابا، غير حيت انا وراجلي كناخد غير جوج جوج، مي هذا غلط كبير لانه كيجيو عندي الضياف وديما كنسى كنقول غير ليا وراجلي. دابا خاصني نكمل هادو كلهم. زوين في الموضوع انني غادي نلقاهم ان شاء الله. خديت هاد الطبيصلات خديت منهم جوج زوين، شوف الزواقه ديالهم غزاله البنات، للضيافه روعه غزالين. وعلاش تاني كناخد واخا الضياف؟ حيت راكم عارفين كتجيبي شي حاجه من الزنقه، هنا كلشي عندهم في دي بلاطو، بلاطو كيكونوا زوينين، فما كنضطرش ان ندير البلاطوات بزاف الا الا كنت مطيبه شي حاجه، فكتكون جوج طبيصلات بحال هكا صافي سهله مهله. خديت هاد الطبيصلات هما خديت منهم جوج، كلشي جوج جوج عندي انا غير انا وراجلي. زوينين فيهم هاد الديزاين هنايا غزالين البنات، كيحمقوا. انا فراتكم علاش كنردد كلمه كيحمقوا بزاف، لانه الحاجه الا ما حمقتنيش والا ما دخلتش ليا راسي ما كناخذهاش، فتا كتكون حمقتني عاد كناخذها. شوف ما عرفتش واش باين لكم في الفيديو، ولكن في الواقع راه روعه، وديز فيهم المارون هنا وتم اللور راه مارون. شفتوا غزالين غزالين بزاف. خديت هاد البلاطو البنات مع انا مدمنه على القهوه. انا خديته القهوه، ولكن هو في الواقع تقدري ديريه ضيافه، كتكون هكا لي بتي سالي الحليوات هكا تقدروا تستعملوه البنات. زوين
صغيور ما كبرش بجالسو، ولكن مقارنه مع هادو راه يعتبر كبير. شو البنات زوين عجبني بزاف، فيه كبار فيه متوسطين، انا خديت الصغاور، خديت هاد الصغيكوره حتى هي نفس المشكل على قبل القهوه على قبل هذه، تقدري عندها استعمالات كثيره. انا لقيت فيها المثلث، لقيت المربع، لقيت عجبتني هذه، ونقدر نزيد منها اشكال مختلفه. ها هي كتجلس شي كتحطيها عند الرجيلات، تقدري ديري فيها بارفان، تقدري ديري فيها لي روج اليف، تقدري ديري فيها حلوه نفس الشيء، حليوات تقدري ديري فيها القهوه، على حسب انت يعني استعمالاتها متعدده. شو البنات فنه 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 في الانواع والاشكال. انا خديت هذه مي غادي نزيد منها لانه عجبتني بزاف، حتى الكاليتي ديالها غزاله مخدومه مزيان. وخديت هاد الفنون، شوفوا لي البنات فن. انا قلت لكم انا مدمنه على القهوه، وعزيز عليا مقعه القهوه، نحط شويه المكسرات، نحط التمر مع بعض المرات، ما كنشربش القهوه بالسكر، كنشربها مسوسه. فللعلم كاينين شي بنات كيرتكبوا واحد الغلط، انهم كيحطوا القهوه مع الشوكولا وهي فيها السكر بزاف. نو حبيباتي، هو ماشي ممنوع ولا غلط، ولكن القهوه الا كانت مسوسه كتحطي معاها شكيليطه باش كتعطيك المذاق، والقهوه تشرب مسوسه احسن وافضل. فالمهم ندوز لهادي، ها هي شوفوا الباكيجين ديالها. اوكي شوفوا لي البنات الجمال، شوفوا 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 باش نحطها هنا، شوفوا غزال 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 فهمتني. بغيت نشوفي انايا في لي فوتو قالت لي والو، بغيت نتلاصا قلت لها هي اللي ما تعاودش نطقم انا وياك. ها نتوما البنات هاكا باش نحيي هذا، شوفوا لا كلاس صراحه فن. هذا هو ديال اتاي، وممكن ديري فيه قهوه كحله عادي، وهذا ديري فيه التمر، ديري فيه الشوكولات، ديري فيه مكسرات، ديري فيه حتى السكر الا بغيتي ديري السكر عادي، يعني انت عندك لو شوا. شفتوا انيق 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 بزاف. اوكي خديت هادي حتى هي ديال السكر، شوفوا غير الرجوه ديالها، انا كيعجبني الشيء ديال الحروف. هنا عزيز عليهم هاد الحركات ديال الكتبه، شفتوا في المناسبات وهادي اللي كيجيو عندهم الناس. هانتوما البنات يا زين جمعتنا، وكاين مازال بلاش نفكر، حيا الله من يانا، شكرا على حضوركم، انا عجبتني يا زين جمعتنا وعجبني اللوين، وهاد الحبه هي اللي كانت باقه من هاد الديزاين وهاد الكتبه، كان غير باقي الكلمات الاخرى. شو يا زين جمعتنا، زوين بزاف البنات حمقاتني، شتي حتى اللوين زوين. واخيرا هاد الفنون، الفنون شكون لي البنات مدمنه على القهوه بحالي، شوفوا لي هاد الطقم كيفاش داير، شوفوا البنات شوفوا شوفوا شوفوا، فيه ستة، ثلاثة هنا وثلاثة هنا، والطبيصلات ديالو ما عرفت صعيب نحلو، مكناوين واحد اللوية خطيرة، مي كنظن أنه راه باين معاكم، لأنه لو بغيت نحلو خاصني لي شلة وبلوالي. هانتوما البنات، تنصورو ليكم شي فيديو القهيوه وهذا ولا جو الضياف شي حاجه نصيد نحطو نصورو ليكم البنات، راه زوين ولا كلاس غير شتو حمقني. ايوا البنات هذه هي مشترياتي، كنتمنى يعجبكم الفيديو ودعموني بلايك واشتراك،
وشكرا على المشاهدة ديالكم. باي باي.